في ذكرى المولد النبوي الشريف امتلأ فضاء الإعلام الاجتماعي تفاعلاً واحتفالات متنوعة ما بين منشورات وفيديوهات وبث لحفلات حية والتهاني. تميزت المنشورات في غالبيتها بالدعوة لإحياء سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واستذكار سيرته عليه الصلاة والسلام. يا ابن عبد الله قلبي في معين الحب تاه، والسنى منك بدربي، أنت للروح نداها. يا ابن عبد الله نرقى في ظلالك ليس نشقى، آية في صدر طه. يا يتيما أينعت في قلبه لغة الحنان بعدما الحزن طواها، فتهادى الحب ينبض من جناها، دمعه واسى الثكالى فاستفاقت من شقاها، وذوى قهر الليالي وتلاشى في صداها. يا جميلا قد تبدى بالجمال، هيبة النور من الله ضياها، لامست روحا تحلت بالكمال مثلما الشمس تجلت في ضحاها. يا سراجا نوره. صوت وأداء جميل يذكرنا بالزمن الجميل لأستاذنا هاشم كفاوين. والآن إلى ما نشره وغرد به رواد منصات التواصل الاجتماعي حول ذكرى المولد النبوي الشريف. نبدأ من الدكتور محمد الصغير، وهو الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين. يقول الدكتور: في ربيع الأول شهر ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، أعظم ما نحتفل به إحياء سنته ونشر سيرته وضحد شبه خصومه والرد على من يتطاول على مقامه الشريف أو يضيق على أمته ودعوته، ومقاطعة المسيء أقل ما نعبر به عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفضنا لمن يتعرض له. فعلا الحب هو اتباع وإخلاص وعمل أيضا. أما إخلاص دوعر فنشرت تقول: بالله أو بالله قولي يا حليمة ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف كان نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا، يا حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. أما الدكتور محمد خازر المجالي نشر صورة تشير إلى علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر أسفلها: حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، ليس رقصا ولا قفزا ولا طربا ولا أراجيل ولا احتفالات مختلطة، يحكمنا إسلامنا العظيم بتشريعاته لا بأهوائنا، وهذا أبسط معاني الإسلام، حيث الاستسلام لله تعالى. الدين التزام وانضباط واستقامة على صراط الله، وهذا ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما يفعله كثيرون من أمور تغضب الله ورسوله. أما مصطفى مبارك فنشر منشورا يقول فيه: في اللحظة التي تمنع فيها الحركة الإسلامية من عقد احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في المدرج الروماني تذكرة للناس ودعوة للفضائل، تسمح الساحات في ليلة ذكرى المولد النبوي للمغنين والراقصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قبل قليل من بوليفارد العبدلي، ونشر بعض الفيديوهات، والبوليفارد هو موجود في قلب العاصمة عمان. لفتة جميلة من نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم غرد قائلا في ذكرى المولد النبوي الشريف: يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا، بفضله يبلغ المشتاق آمالا. الجميع في ليفربول يهنئون العالم العربي والإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف. ونختتم بمقطعين انتشرا على مواقع التواصل الاجتماعي. الأول لأطفال لعائلة أردنية تقيم في كندا، حاولوا تعريف الكنديين وغير المسلمين بعادات الإسلام وبتعاليم الإسلام في ذلك الفيديو، وأيضا صوت طفل صغير أنشد موشحا للشيخ النقشبندي رحمه الله تعالى، لنتابع.
نخلق عبدا حسنا بل لنعمرها دنيا ونمهد أهلا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق أبدا مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل إني ببابك مولاي والأزهار ساجية مولاي إني ببابك أدعو وغمس دعائي إني ببابك أدعو وجهك إني عائد وجل ومن يعد بك لن يشقى إلى وماذا يوجد أجمل من ابتهالات النقشبندي رحمه الله. كان هذا الطفل في الحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورعاه الملك عبد الله الثاني.